مرحبا بكم مرة أخرى. طبعا أحب أن أشكركم لأنه تبقى خطوات قليلة على 1000 مشترك، واليوم سنقدم الجزء الخامس من سلسلة أوتاد مارسيلين، وهيا نبدأ. What's your name? Hey! What is your name? Tony! Fuck you, Tony! أعيدوها. تبدأ الحلقة بأننا نرى سايمون وبيتي يعدون الحساء، ويظهر عليهم أنهم كبروا في السن، ونسمع أغنية جميلة في الخلفية وتقول بعض الكلمات الجميلة مثل مع بعضنا يحلو المكان ولن نفترق أبدا. وسايمون وبيتي يعدون الغداء، يظهر أن أحد ما يدق الباب، ويفتح سايمون وبيتي الباب ونتفاجأ بأنها مارسيلين ومعها بوكيه من الورد، ويتجمعون كلهم فرحين بمارسيلين، ولكن يظهر بأن كل هذا كان حلما لمارسيلين، وكل ما حدث بسبب هذا السم الذي وضعه مصاص الدماء في يد مارسيلين قبل أن يموت. فتقول ملكة العلكة لفين وجيك وأميرة الفضاء الوعر: هل تعلمون معنى الغطرسة؟ فيقول لها فين إن الغطرسة هي مقياس أعمالنا الخيرة والسيئة. فتقول أميرة العلكة لفين: لا، بل هو الغرور والثقة بالنفس الزائدة. فتقول لها أميرة الفضاء الوعر: مثلك كذلك. فيصرخ فين بوجهها ويقول لها: لماذا تقولين ذلك يا أميرة الفضاء الوعر؟ فتقول ملكة العلكة لفين: لا، هي محقة يا فين، لقد آمنت بنفسي حتى أعميت عن العواقب المحتملة، والآن صديقتي المفضلة تسممت وستموت بسببي أنا. فيقول لها جيك: هذا غير صحيحا يا أميرة، فمارسي قد قبلت المخاطرة وساعدتها لأنك صديقتها، والأصدقاء يتوجهون مع بعضهم للموت لأن الموت هو الحياة. وبالطبع نحن نعلم أن جيك مسالما للموت ويدرك أن لكل شيء نهاية. وبعدها يقول فين: هذا صحيح يا جيك، فأنا أتعرض للتسمم فقط من غسل الصحون. ويقول بيبرمنت: وأنا أيضا أتعرض للتسمم عن عمد بهدف الأبحاث، فلدي مختبر سموم في القلعة. فتنظر له أميرة العلكة وتقول لبيبرمنت: لنذهب سريعا لهذا المختبر يا بيبس. وتقول لفين وجيك: عثرا أنتما على مصاص الدماء وجه القمر، وسنذهب أنا وبيبس إلى المختبر لمعالجة مارسيلين، وإجلبوا وجه القمر سريعا إلى المختبر لكي نستخلص قواها العلاجية ونعالج مارسيلين. فيقول لها فين وجيك: حسنا يا أميرة. فيتفرقوا جميعا وتظل أميرة الفضاء الوعر لوحدها. بعدها يقوم فين وجيك باتباع بيض وجه القمر، ويقول فين وجيك: حسنا يا جيك، اننا في اثرها. فيقول جيك لفين: اعتقد ان هذا البيض من الممكن ان يكون لعابها او مخاطها او شيء اسوأ، وكلنا طبعا نعلم ما هو. فيتبع فين وجيك البيض ويروا من بعيد طواف وجه القمر. فيذهب فين وجيك الى القارب الصغير ويدخلان ذلك الكوخ، ويجد الكوخ من الداخل مليء بالبيض، وهناك مومياء ملقية على الارض، وهناك برميل غريب بجانبها. فيقترب فين من البرميل ويقوم بفتحه، ونجد ان مصاصة الدماء وجه القمر بداخله. فبعد ان يراها جيك يقوم باخذ سيف فين ويقوم بطعنها داخل البرميل، وينتظر قليلا لكي تتحول الى رماد، ولكن يخرج السيف من جسدها ويخرج من البرميل وتبقى سليمة. فيقول فين لجيك: هيا لنحاول حرقها بنور الشمس. ويأخذها جيك خارج البرميل ويضعها تحت اشعة الشمس، فتحترق مصاصة الدماء من اشعة الشمس، ولكن تعود كما كانت، لأننا طبعا نعلم أن جسدها لا القدرة على الشفاء حتى من أشعة الشمس. فيمسك فين الوتد الخشبي ويقوم بطعنها عدة طعنات لكي يقتله. وفي المشهد الآخر يظهر ملك العلكة وهو يتكلم كأنه يثبت شيئا على الحائط، ويقول: أعلى، يمين، أسفل. ويتضح بأنه يثبت كرنش على الحائط. فتدخل أميرة العلكة حاملة مارسيلين ومعها بيبرمنت أمام قصر العلكة، وتقول لملك العلكة إن الملك ليس ديمقراطي، وتضربه على وجهه، وبيبرمنت يأخذ منه المفاتيح. ويقول ذلك الملك الغبي لحراس العلكة بأن يقبضوا على أميرة العلكة، ولكن حراس العلكة يقولون لأميرة العلكة: هل نصغي إليه؟ ولكن تقول لهم أميرة العلكة: لا تصغوا إليه، وابعدوه عن طريقها وحرروا كرانشي. وتذهب أميرة العلكة وبيبرمنت إلى مختبر السموم. ويبقى فين وجيك محاولين قتل مصاص الدماء وجه القمر، ولكن يقول جيك لفين: إننا نقوم بذلك لساعات ولكن بدون جدوى. فيقول له فين الغبي: أعتقد أنه من الغريب أن تطلب منا أميرة العلكة معاقبتها بدل أن نجلبها معنا. فيقول له جيك الأغبى منه: انتظر، هل قالت نعاقبها أم نجلبها؟ فيقول له جيك: أعتقد أنها قالت عليكما أن تجلباها. ويكمل جيك قائلا: حسنا، ولكن ماذا نفعل الآن؟ فيقول له فين: يجب أن
نسرع ونأخذها إلى أميرة العلكة قبل أن تستيقظ عند غروب الشمس، ولكن قد فات الأوان. لقد غربت الشمس وبدأت تلك مصاصة دماء في الاستيقاظ، ويرتعب جيك منها ويأخذها إلى البرميل ويغطيها، ولكن تستيقظ تلك مصاصة الدماء وترعب جيك وتقول له سأأكلك، ولكن يقول لها فين تعالي امسكي بنا يا دلو الدماء، فيقول له جيك اسمت أيها الغبي، ويأخذ فين على ظهره ويجري مسرعا آخذا السرعة القصوى لأميرة العلكة، ولكن تقفز مصاصة الدماء وجه القمر وتجري وراءهم. وفي المشهد الآخر وهم يهربون منها، يقول فين لجيك أنه يلاحظ أنها لا تحاول الإمساك بهم، بل تحاول أن تعرف إلى أين سيصلوا، فيقول له جيك أنت الذي جعلتها تلاحقنا، ويقول له فين يا للهول إنها تبتسم إلي، ويقول لجيك ابطئ لأنني أريد التكلم معها، وبعدها يقترب فين من تلك مصاصة الدماء ويقول لها فين نحن نأخذك إلى فخ وسنستخرج قوتك ونحولها إلى رماد، ولكن لا تتكلم تلك مصاصة الدماء، ويكمل فين قائلا وسنجعل نمرا يلقي قنبلة على صندوق رمادك البائس، فتقول لها مصاصة الدماء بصوت مرعب تركضان على طريق ضوئي، فتجعل فين ينظر إلى القمر وتقول له مصاصة الدماء كيف ستقودني وأنا مرشدتك، فيقول لها هل تتكلمين بشكل حرفي أو مجازي، فيتحول شكل مصاصة الدماء إلى شكل مرعب ويهرب فين وجيك إلى ملكة العلكة. وفي مشهد آخر نرى أميرة العلكة في قصرها وهي تحاول إنقاذ مارسيلين، ويحاول بيبرمنت علاجها بالسحر، ولكن تجن أميرة العلكة قائلة أين هي أنابيبك يا بيبرمنت، وأين هي محاليلك، كيف ستعالجها، فيقول لها بيبرمنت إن العملية لا تحتاج إلى أنابيب ولا تتطلب أي إجراءات من هذا الشيء، ويطلب من أميرة العلكة أن تصفي ذهنها وتدع البلورات تقوم بفعلها، ويقول لها بيبر السحر علم وهذا علمي، فتمسك أميرة العلكة وجه مارسيلين وتقول لبيبر من لو استطعت فعل المزيد لها فافعل، ويبكي حراس الموز وتحضنهم أميرة العلكة وتقول لهم بأن كل شيء سيكون بخير، وبعدها يقوم بيبرمنت بعمل بعض الحركات الغريبة ويقول لأميرة العلكة لقد انتهيت، فتقول له لقد فعلت بعض فقط، فيقول لها بيبرمنت لا تشككي في أساليبي فهذا علم، ويقول لها لا تقلقي يا أميرة فستفوق بعد ساعتين. ويدخل فين وجيك وأميرة العلكة تتحدث، ويقول جيك بأنه أحضر وجه القمر للعلاج، ماذا نفعل بعد؟ وتقول مصاصة الدماء بشكل مخيف سأقضي عليكم، فتختبئ أميرة العلكة ومارسيلين في مكان ما تحت السرير، وتقول لفين حاربها حتى تستيقظ مارسيلين، فيقوم فين بالإمساك بسيفه الخشبي، ولكن تمتص قوته وتوقع فين أرضا، ويسأله جيك ماذا بك؟ فيقول فين إنها تمتص طاقتي يا رجل، وبعدها تمتص طاقة جيك وتقترب من السرير الذي تختبئ فيه أميرة العلكة، ويمسك فين برجل مصاصة الدماء وتحاول مصاصة الدماء فتح المكان الذي تختبئ فيه ملكة العلكة ومارسيلين، وتصرخ ملكة العلكة في وجه مارسيلين وتقول لها استيقظي يا مارسيلين استيقظي. وفي المشهد التالي تحلم مارسيلين حلما غريب، ويظهر في الحلم ان بيبرمنت يقوم بحفر قبر لاحد ما، وتظهر مارسيلين انها جالسة على كرسي غريب وتعزف اغنية غريبة، وتبدو انها كبيرة في السن وعلى وشك الموت، وتقترب منها أميرة العلكة وتقول لها استيقظي يا مارسيلين، ولكن مارسيلين تكون كبيرة جدا في السن لدرجة انها لا تسمع الكلام التي تقوله أميرة العلكة، وتقول لها ماذا تقولين، فتقول لها أميرة العلكة لقد قلت لك استيقظي يا مارسيلين، والحلم يتحول الى كابوس، وتستيقظ مارسيلين في الحقيقة وتفتح مصاصة الدماء الخزانة التي تختبئ فيها مارسي وأميرة العلكة، فيقوم بيبرمنت بطعنها من الخلف، فتسقط مصاصة الدماء على الأرض وتستنشق مارسيلين قواها، وهكذا تكون قوة مصاصة الدماء داخل مارسيلين وتشفى مارسيلين ويتبقى مصاصة دماء واحد فقط. وهكذا انتهى الجزء الخامس. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الدعم لكي نتغلب على خوارزميات اليوتيوب، ولا تنسى الاشتراك في القناة والمتابعة، وشكرا لكم.